ليس لدينا مانع بأن تكون الصفقة تشمل محمد قحطان في مقابل أن تشمل أيضا المجموعة من أسرانا الذين قاموا بإخفائهم. وماذا كان رد الطرف الآخر؟ طبعا الطرف الآخر لا زالوا متلكئين في الجواب أو في الرد على هذه على طلبنا أو على ما طرحناه. كانت هناك الكثير من الأفكار التي طرحت، طبعا كان هناك اختلاف حول العدد الذي يكون في مقابل أن يكون في مقابل محمد قحطان. ناقشنا الكثير من الأفكار، ناقشنا الكثير من المقترحات التي قدمت. نحن قدمنا بعض المقترحات، الأمم المتحدة تقدمت بعض المقترحات، تم مناقشة الكثير من هذه المقترحات، لكن للأسف الشديد لم نصل إلى حل ولم نصل إلى توافق حول هذه المقترحات. طبعا الوقت الذي عقد فيه الجولة أو الذي حدد للجولة لهذه الجولة كان قصيرا. نعم. كنا نأمل أن يكون هناك توسعة أو تمديد لهذه الجولة حتى نصل إلى توافق، لكن كان طيب. هناك رأي من قبل الأمم المتحدة أن يتم إنهاء الجولة على أن يستأنف بعد عيد الأضحى.